سلسلة التقلبات الجوية التي تشهدها هذه الأيام المناطق الشمالية للوطن، وسيكون الاضطراب الجوي يوم السبت محملا بهواء جد بارد. إذن اضطراب جوي آخر سوف يخص المناطق الشمالية للوطن، وهذا يوم السبت إن شاء الله. هذا الاضطراب الجوي راح يكون مرفوق بهواء جد بارد، إذن أجواء باردة جدا غير مستقرة، مرفوقة بزخات من الأمطار وحتى أحيانا ببعض البرد، وهذه الأمطار قد تكون أكثر اعتبارا على المناطق الوسطى، وذلك ابتداء من ظهيرة يوم السبت. فيما يخص هذا الاضطراب الجوي، بما أنه هواء جد بارد راح تكون تساقط للثلوج، تساقط ثلوج ابتداء من ظهيرة يوم السبت على المرتفعات الوسطى والشرقية للوطن التي لا يتعدى علوها 800 متر فقط، وكذلك بعض الثلوج متوقعة في صبيحة يوم السبت على المرتفعات الغربية للوطن التي علوها يتراوح ما بين 900 إلى 1000 متر فقط. إذا درجات الحرارة القصوى راح تكون منخفضة ما بين 8 إلى 12 درجة مئوية فقط، أما بالنسبة للمناطق الداخلية ما بين درجتين إلى 8 درجات كدرجة قصوى إن شاء الله، وهذا يوم السبت. ونبقى